طيب احنا هنروح للاخبار بشكل مختلف شويه، وهتشاركونا الراي في حكايات بلدنا، الحكايات التي لا تنتهي. خلونا نشوف النهارده، وطالما بنتكلم عن اللي خف وعام، من موقع الخفيف اللي عام، اكيد في واحد مبسوط في مصر النهارده. مواطن مصري كان رايح لامتحان زي ناس كتير بتبقى راحه تولد، راحه تمتحن، ولكن القطر عطل فما راحش الامتحان، رفع دعوة على السكة الحديد. خد حكم النهارده بتعويض 150 ألف جنيه بس بعد كام سنة؟ 21 سنة. في حد فيكم ممكن يصبر على حقه 21 سنة ولا خربانة خربانة؟ دكتور عادل المايك. احنا نصبر على حقنا 100 سنة بس هناخده إن شاء الله، بس مش فلوس، أيوة. حق ومستقبل. هو مستقبله اتعطل، انما ان شاء الله الشباب الجميل اللي حضرتك شايفه ده، تتاكد ان ان شاء الله هناخد حقنا قوي قوي قوي. طب حد من الشباب اللي معاه مايك يقول لي ممكن يصبر على حقه ويقاتل كده علشان ياخد حقه مهما طالت السنين؟ انت مالك حاسس انها مرعوب منها ليه؟ بيدوني المايك يعني، أيوة. بيرجعوه واثقين فيك، بيهربوا من السؤال. ايوه بالتاكيد، يعني طول ما في نفس، طول ما في روح انه ده حقك وانت مؤمن ان ده حقك، اكيد هتدافع عنه حتى لو البوادر بتقول ان انت مش هتاخده. بس طب عرفنا بنفسك. اسمي هشام عبد التواب، بدرس في كليه، بدرس بزنس. طيب تمام، هذا الجمهور حقيقي مش كاستنج، ده كلهم شباب وطلبه، عشان كده عرفوا نفسكم للساده المشاهدين يعرفوكم.